واصل فريق الطلبة حصد النقاط بحثا عن مركز أفضل يختتم به النسخة الحالية للدوري الممتاز الكروي، فتمكن من الفوز ليلة أمس على الحدود بهدفين مقابل هدف ليصل إلى النقطة 33 في المركز 13، وهو نفس رصيد الحدود الذي تراجع بفارق الأهداف. تقرير عدنان لفت. ختام الجولة 29 لبطولة الدوري الكروي، وضع الطلبة أمام الحدود بملعب الشعب في سعي دؤوب للاعبي الطلبة لإنهاء الموسم بمركز أفضل من الموقع 13 الذي يقفون فيه. والغريب أن الحدود يتفوق عليهم نقطيا في رحلة المسابقة برصيد 33 نقطة. أحمد رحيم نجح في إهداء الطلبة الهدف الأول بعد ربع ساعة من البداية، لكنه لم يكن كافيا لإسعاد المشجعين القلائل الذين تواجدوا على المدرجات، فقد حقق عباس أياد التعادل للحدود في الومضات الأخيرة للنصف الأول. بدأ فريقنا بالتصاعد تدريجيا، ورجعت الروح المعنوية للفريق، رجعت ثقافة الفوز للفريق. الحمد لله والشكر، هذا بعد جهد وعناء، وأني أشكر اللاعبين وأشكر كل الموجودين وأشكر الجمهور اللي حضر رغم قلته. علي صلاح أضاف الهدف الثاني للطلبة بعد مرور دقائق قليلة على بدء الشوط الثاني، في تأكيد على صحوة الفريق الأنيق الذي يبحث عن رصيده التاريخي للانتقال من المراكز الأخيرة إلى وسط القائمة قريبا من فرق المقدمة. شهر رمضان له تأثير سلبي على اللاعبين بكل العالم هذا، والشوط الأول كان على الطرفين يعني الأخطاء ساذجة زين، والجول الثاني هم خطأ ساذج، ولكن حاولنا نعوضه معوضه، وشفت الهجمات اللي ضاعن. فريق الحدود حاول العودة بالنتيجة في مناسبات مختلفة، لكنه افتقد للخبرة اللازمة على مستوى الهدافين، بينما تمكن الطلبة من المحافظة على فوزه ليرفع رصيده إلى 33 بانتظار نقاط أخرى تدفع به إلى مواقع الإطمئنان. ثلاث نقاط مهمة من فريق صعب، فريق الحدود فريق مميز، مثل ما تلاحظ يعني آخر مباراة نتائج إيجابية أمام الديوانية وفي داخل تعادل، والآن ثلاث نقاط الحمد لله عشان عدل وضعنا في هذا الدوري، وإن شاء الله يعني مركز يليق باسم الطلبة والحمد لله أشكر. خسارة غير متوقعة، مثل ما تعرف فريقنا يمكن أدى مباراة جيدة، قدرنا نوصل الهدف أكثر من فرصة، ومثل ما شفت يعني بالدقيقة الأخيرة جول محقق، بس الحمد لله ما كان بيش اسمه توفيق. إن شاء الله المباريات الجاية نعمل على أخطائنا. عدنان لفتة الحرة مقتل.